هذا فيما يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الجمعة أكثر من مليون ومائة وسبعة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون واثنين وخمسين ألف شخص في حين بلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة مئة وثمانية وثلاثين ألف شخص هذا وجدد الفريق الوطني الطبي التأكيد على أهمية المبادره وتسجيل للحصول على الجرعه المنشطه لتعزيز المناعه المجتمعيه والحمايه من تداعيات وتحورات فيروس كورونا